لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. مساء الخير لكم، أهلا وسهلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. الدعوة لحل الجيش ليست بجديدة، سبقتها دعوات إيرانية لأهمية الجيوش العقائدية. كيف تقرأ المطالبة بذلك مجددا في ظل المعطيات الأمنية الحالية؟ نعم، بداية دعيني أقول بأنه القوات المسلحة العراقية قبل عام 2003 شكلت حجر الزاوية في القدرات العربية الصلبة لمواجهة الكيان الصهيوني، وكانت لها مواقف سطر فيها الجيش العراقي بحرفية عالية أروع الملاحم العسكرية، وخاض حروب في الدفاع عن دمشق وفي حرب 48 وفي حرب 56 وفي 73. ولكن بعد عام 2003 دخل الجيش العراقي دائرة الاستهداف السياسي والعسكري، وكان هناك إصرار على حل الجيش العراقي واستبداله بجيش شكله الاحتلال وبناه على أسس طائفية بدمج الميليشيات التي جاءت من إيران ومن دول أخرى ليكون نواة لهذا الجيش. وبالتالي هذه الدعوات هي لإخراج العراق من موازين القوة في المنطقة، وهذه الدعوة تدعو إليها إيران وتدعو إليها الولايات المتحدة الأمريكية ودعت إليها إسرائيل. إذن هناك استراتيجية يتفق عليها جميع هذا الأطراف بأن هذا الجيش يجب أن يخرج من موازين القوى في المنطقة. لذلك كان نستطيع أن نقول المؤامرة عليه كبيرة بشكل كبير، وبدأوا استهداف هذا الجيش. أنا أعتقد بأنه الدعوة لجعل الحشد الشعبي أنه هو الجيش الأول سبقتها أحاديث إيرانية كثيرة بأنه يجب أن يتحول الحشد الشعبي إلى الحرس الثوري، نسخة من الحرس الثوري الإيراني في العراق. وبالتالي هي دعوة أنا أعتقد بسبب التدخلات الخارجية لإيران في العراق وبسبب ضعف الحكومة العراقية وضعف أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية. في هذا السياق أستاذ حاتم، كيف يفسر رفع سقف مطالب هذه الميليشيات الطائفية ومقارنة نفسها بالجيوش والقوات النظامية التقليدية؟ نعم، الوضع خطير الذي وصل إليه الحشد الشعبي، فهو يهدد بالهيمنة الكاملة على الدولة، وهذا يعود لأسباب متعددة. أولا التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وخاصة التدخلات الإيرانية هي كبيرة جدا. المسألة الثانية، هذا التدخل أخذ نستطيع أن نقول اتجاهات متعددة. هناك أدوات سياسية وهناك أدوات عسكرية مثلها الحشد الشعبي ومن انتمى إلى صفوفه. وبالتالي أثبتت هذه الميليشيات منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا بأنها لا تريد تشكيل دولة، هي غير معنية ببناء دولة مستقرة ومستقلة وذات سيادة، وإنما تريد أن تكون هذه الدولة هي تبع لإيران. فلذلك هي تتحسس من مسألة الجيش لأنه يعتبر يشكل خطر كبير جدا على المشروع الإيراني، خاصة في العراق وفي المنطقة. لذلك هم لا يريدون لهذا للجيش النظامي أن يكون جيش قوي، وبالتالي يحاولون الطعن فيه. هذه ليست المرة الأولى، هذه العامري في معركة الفلوجة اتهم الجيش الذي انسحب باتجاه الموصل ويقصد به الفرقة المدرعة التاسعة بالخيانة، وصمت عليها رئيس الوزراء القائد العام وصمتت عليها القوات الجيش النظامي. لذلك هناك اتهامات كثيرة جدا إذا ما أردنا أن نرجع إلى الخلف ونستذكر كثير من التصريحات التي صدرت عن قيادات الحشد الشعبي. ما توقعاتكم لردود فعل الحكومة أو الجيش حيال هذه الدعوات والاتهامات بالعمالة للخارج والارتزاق للأجنبي؟ نعم، أصدرت القيادة المشتركة الآن بيان تقول بأنه يجب على هذا الشخص أن يعتذر عن هذا التصريح وأن الجيش ليس بمرتزق. ولكن أنا أعتقد بأن الجيش الذي يقبل بوجود قوات أجنبية على أرضه ويسيطر على سمائه بتحالف دولي يتجاوز أعداد 8500 جندي أمريكي وجنود لمختلف الدول، إضافة إلى وجود قوات للبكة كمنظمات إرهابية تعمل في شمال العراق، وجود تدخل إيراني، أنا أستطيع أقول بأنه لن يستطيع الدفاع عن نفسه لا في هذه ولا في غيرها. أما هذا الشخص الذي أصدر مثل هذه التصريحات فيجب أن يحال إلى المحاكم المختصة، ولكنه لأنه يأخذ منصب كبير في إحدى الميليشيات واللي هي ميليشيا النجباء، لا أحد يستطيع محاسبة هذا الرجل، لأن الميليشيا النجباء سبق وأن أصدرت تصريحات فيما يخص الأمر الديواني 237، وقالت بأن هذا الأمر الديواني هو لذر الرماد
في عيون الجهات الخارجية، وإنما أنا نعتقد بأنه هذا لا يصب في مصلحة الحشد الشعبي. شكرا جزيلا لكم الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.